متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، تقريبا الأسبوع الأخير من شهر مايو، شهر 5، الذي يتميز بأجواء لاهبة وحارة جدا في أجزاء مختلفة من المملكة. نبدأ هذه النشرة الجوية بالأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، إذ يتوقع أن تصل درجة الحرارة في العاصمة الرياض إلى 44 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل. 41 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 35 في المنطقة الشمالية كما نلاحظ من المملكة، وهي درجات حرارة أقل مما كانت عليه خلال الأيام الماضية. هناك تراجع درجات حرارة في تلك المناطق، 34 درجة مئوية في جدة، و28 درجة مئوية 18 في المنطقة الجنوبية الغربية. هناك فرص لأمطار قد تكون رعدية على عموم المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تشمل مرتفعات الطائف، مرتفعات عسير، ومرتفعات أبها والباحة. جميع هذه فرص الأمطار الرعدية متوقعة بها. بعض الأمطار أيضا محتملة في منطقة القصيم وبعض الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة. يوم الاثنين لا تغيير يذكر على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة، لكن تتسع فرص هطول الأمطار لتشمل بعض المناطق الوسطى من المملكة. هذه الأمطار طبعا على شكل زخات محلية خفيفة غالبا من الأمطار، ربما ترفق أحيانا بنشاط بسرعة الرياح، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، وتبقى فرص الأمطار الرعدية واردة في جبال جنوب غرب المملكة في ذات المناطق. يوم الثلاثاء كما تلاحظون المزيد من ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، لكن بقاء الرياض ضمن تقريبا حاجز منتصف الأربعينيات، ولكن تقترب من 43 درجة مئوية في الدمام، والأجواء لاهبة وحارة. تبقى الأجواء لطيفة أو بالأحرى ألطف مما هو عليه الحال خلال الأسابيع الماضية في المنطقة الشمالية. تبقى فرص الأمطار الرعدية واردة في جبال جنوب غرب المملكة، وأيضا تبقى فرص الأمطار واردة في بعض المناطق الوسطى من المملكة. ربما تطال فرص الأمطار أحيانا المناطق الشمالية من العاصمة الرياض، ولكن تشمل أيضا القصيم وحفر الباطن وبعض المناطق الشمالية الشرقية. طبعا هذه الأمطار هي عبارة عن زخات محلية من الأمطار، تكون بالغالب خفيفة الشدة لكنها قد تكون رعدية، تسبق أحيانا بنشاط في سرعة الرياح، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال. يوم الأربعاء تعاود درجات حرارة الارتفاع في المنطقة الشمالية، تصبح ما بين 37 و38 درجة مئوية بعد أيام من انخفاضها خلال مطلع هذا الأسبوع. تكون في العاصمة الرياض 43 درجة مئوية، تراجع في درجات حرارة في الدمام، تصبح 39 بعدما كانت 43 درجة مئوية يوم الثلاثاء. تبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة بشكل أقل في بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وتكون 35 درجة مئوية في جدة في غربي المملكة. يوم الخميس يتوقع أن تبقى درجات أو يستمر الارتفاع درجات حرارة في المناطق الشمالية للمملكة، تصبح قريب 40 درجة مئوية. تراجع آخر درجات حرارة في العاصمة الرياض، ولكن لن يكون هناك إحساس بذلك التراجع، فتبقى درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية، تصل 42 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 34 درجة مئوية في مدينة جدة، 40 درجة مئوية في المنطقة الشرقية في الدمام، و29 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع فرص لاستمرار بعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار. يوم الجمعة ختام هذا الأسبوع، ومتوقع ازدياد مرة أخرى ارتفاع درجات حرارة في المنطقة الوسطى، في العاصمة يتصل 44 درجة مئوية. تبقى فرص الأمطار حاضرة في الجبال الجنوبية الغربية، 29-19، 34-30 درجة مئوية في جدة، تقريبا 40 درجة مئوية في ساعات النهار في المنطقة الشمالية والأجواء حارة، وتكون 41 درجة مئوية في الدمام مع رياح نشطة مثيرة للغبار بشكل عام. إذن هذه توقعاتنا للأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى دائما طبعا في المملكة خلال هذا الأسبوع. نسأل الله أن يجعله أسبوع خير وبركة عليكم جميعا. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.